ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نيابولتن ماستيف او الماستيف الايطالي. اولا تاريخ النوع، الكلب ده من اقدم انواع الكلاب في العالم، بيرجع عمره للإمبراطورية الرومانية لما كان الجنود الرومان بيستخدموه في الحروب، وده طبعا بسبب حجمه الضخم جدا وشراسته العالية. بينحدر اصوله من ايطاليا من مدينة نابولي، وهي مدينة في جنوب ايطاليا. ثانيا شكل الكلب، النوع ده متغلطش فيه، شكله مميز جدا بسبب الجلد الكثيف المغطي وشه وحجمه الرهيب وشكله المخيف. الذكر والنتاية بتروح ارتفاعهم من 60 لـ80 سنتي، ووزنهم من 50 لـ70 كيلوغرام. اللون الأساسي بيكون الرصاصي الغامق مع الأبيض عند منطقة الصدر، ولكن في منه ألوان تانية زي الأسود والبني والبيج. ثالثا هنتكلم عن استخداماته. النوع ده زي ما قلنا كان بيستخدم في الحروب بسبب شراسته وقوته، ولكن دلوقتي استخدامه الأساسي ككلب حراسة، من أفضل أنواع كلاب الحراسة. رابعا سلوك الكلب، الكلب شجاع جدا مبيخافش من حاجة تقريبا، عنده شراسة فطرية عالية جدا، وده بسبب جيناته. الكلب هيبقى عدواني ضد الغرباء، وعشان كده يستحسن انك ما تسيبهوش مع حد غريب لوحده، ولاقه كله هيكون لشخص واحد بس، هيعرف باقي العيلة وهيحميهم باستماتة، ولكن طاعته غالبا هتكون شخص واحد فقط. لو عندك كلاب حجمها اصغر منه ممكن يهاجمهم لو ما كانش متربي معاهم من الاول ومش معتبرهم جزء من العيلة بتاعته. خامسا رأي الشخص، الكلب ده قوي جدا ووزنه تقيل، محتاج شخص قوي جسديا عشان يعرف يتعامل معاه، ولازم تقول شخصيتك قوية لانه ممكن يبقى عنيد في بعض الاوقات. فلو قررت انك تجيب النوع ده لازم تكون عندك خبرة في الكلاب، ويستحسن ما يكونش عندك اطفال صغيرة في البيت لانه ممكن بدون قصد يحاول يلعب معاهم، ولكن عشان جسمه ضخم ممكن يأذيهم. الكلب مجهوده قليل في الغالب، مش بيحتاج تدريب جري او ماشي كتير، ولكن بيحتاج تدريب سلوكي مكثف وهو جرو عشان لما يكبر ما يتعبكش معاه. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.